عانيتي هوايه من الفقر. سمعت انه كنتي المدرسه تاخذين لفه تحطين بيها شكر، ومره عطفت عليك المديره واشترت لك جنطه يعني حتى تداومين بيها. ليش وصلتوا لهالمرحله من الفقر؟ شنو كان يشتغل والدك؟ فيتر. زين الفيتر ممكن يعيش عيشه كريمه اذا عنده بنيه واحده؟ عنده اطفال هوايه. شلون انت واحده بس؟ لا شلون، مرت الثانيه ايش قد خلصت؟ سبع جهال عنده وايجار وزمن الحصار كلش كانت حالتنا يعني. خلي بيها شكر شو اسوي حتى تبين لفه. والجنطه هاي مو لان انا فقيره، انا يعني متميزه بالدراسه وما عندي جنطه. شافت جنطتي مع العام متمزقه صارت لي جنطه، قالت يعني انت شاطره. يعني شالت ما تمر مناظره، مو محاضره، مناظره تصير منافسه بين مدرستين. اذا مو تيسير فلا حسن موجوده بالمناظره، هذه سرعه بديهيه المدرسه ما تطلع مناظره. عندك اخوان واخوات من والدك؟ سبعه صحيح؟ وينهم؟ هذول مو اخوتي. ليش؟ دنيا واخره. ليش؟ دول اخوان يوسف. اخوان يوسف والله اخوتي. ايش سووا لك؟ اللؤم والخباثه. هما كم رجل وكم بنت؟ الكره، الحقد، الجشع، معدان، ما عندهم ثقافه، غيره، يريدون تحطيم بكل طريقه. هما كم ولد وكم بنت؟ بالمناسبه قبل ما اصير فنانه هذا الكره علي. لانك من غير ام؟ مو بس هاي، كنت شاطره بالدراسه وكنت اناسنهم وكحه. زين من امك عندك، من امك عندك اخوان واخوات؟ بس انت؟ هي ثمانية ايام وما. زين هما كم اخو كم اخت؟ ستة بوحدة. اخت وحدة؟ يعني المفروض حنينة تكون عليك. يا حنينة. وحدة مصلحتية، دجالة. على العموم ما لها علاقة بها، الله يوفقها.